في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب نصيحة من القلب أختم فيها كلامي عن تحقيق مشروعكم في تحفيظ أبنائكم القرآن الكريم كاملاً. كنت يوم من الأيام إمام مسجد في أحد المناطق في الكويت، وكنت أصلي فيهم صلاة الفجر إلى العشاء. سبحان الله، لما كنت أقرأ فيهم هذه السور الطوال، اللي كان يصحح لي إذا أخطأت هو واحد من كبار السن، فأصبح عندي من داخلي هاجس أني أبي أسأله، يعني أصبح عندي فضول. خلصت من أحد الصلوات، رحت لقيت له: يا عم، هل أنت تحفظ القرآن؟ قال: نعم، أحفظ القرآن الكريم كاملا. قلت له: ما شاء الله، أكيد حفظته وانت صغير. قال: لا والله، حفظته وأنا عمري 60 سنة. استغربت، قلت: شنو الطريقة يا عم أنك تحفظ القرآن؟ صعب عليك 60 سنة. قال: هو أمر واحد ما في غيره يا شيخ فهد، من أنا صغير وأمي تدعي لي إلى أن توفاها الله دعوة واحدة: يا رب يا ولدي تحفظ القرآن. استفدت من هذا الكلام وأبي أوصل لكم إياه، أن الشاهد من الكلام اليوم: يا أب يا أم، إذا أردت أن تحفظون أبنائكم القرآن، الدعاء 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 في سجودكم، في صلاتكم، في أي وقت الله سبحانه وتعالى يستجيب في الدعاء أوقات الاستجابة، ارفع يدك قل: يا ربي حقق لي أمنيتي أن ولدي وبنتي يحفظون القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الوالد لولده. ما يرد دعائك بإذن الله إذا دعيت لابنك. الدعاء مهم، لا تنسونه. إذا أردت تحقيق هذا المشروع المهم، في كل وقت ادعو لأبنائك أن يحفظوا القرآن الكريم، وسيتحقق بإذن الله تعالى. قصة معاذ مع القرآن أنها كانت طويلة وشاقة. معاذ ما شاء الله بدأ يحفظ القرآن فحفظ نصف القرآن، ولكن في نصف الطريق معاذ أصيب بمرض. ما هي قصة هذا المرض؟ كنت في مسابقة تسمى المثمار الذهبي. نعم نعم. ثم بعد ذلك صعدت للتصفيات النهائية. المزمار الذهبي. نعم. يعني صوتك جميل معاذ. نعم نعم. عشان بعد شوي تسمعنا إن شاء الله من صوتك الجميل. إن شاء الله. نعم، أكمل حبيبي. وبعد ذلك يعني طلعت على التلفاز. بعد ذلك أتاني هذا المرض. نعم. أتاني تدرجا. ما هو هذا المرض؟ سعال شديد. نعم. بعد ذلك ذهبت إلى الشيخ وجلست معه، وكنت أسمع في الجزء الخامس عشر. نعم. في سورة الكهف. نعم. وكنت أقف كل 10 دقائق ويأتيني السعال بشدة نصف ساعة. نعم، وارتفاع في درجة نعم. الحرارة. فقال الشيخ لي:
يا بني اذهب إلى البيت وعندما يشفيك الله ارجع ارجع إلي. نعم. كم استمريت يعني انقطعت على الشفا؟ عام كامل. عام كامل لم كامل غير منقوص ابدا لم أبداً. تذهب الى الشيخ ابدا ولم امسك مصحفا واحدا. الله اكبر. ولكن يعني في اخر شهر يأست بشده. يأست بشده. نعم. يعني وظننت انها النهايه خلاص، فاتيت ربي وصليت صلاه العصر ثم المغرب ودعوت وقلت يا رب كنت اذهب في سبيلك، فكنت أذهب مع أمي. أبي كان في بعض الأوقات ليس كان مشغولا، كان مشغولا جدا، وكان ليس هناك سيارات لدرجة أنني كنت أذهب على قدمي 3 كيلومتر. كنا نمشي من هنا لعند الموقف بتاع البلد فوق، يعني تقريبا بالخطوة السريعة ربع ساعة أو تلت ساعة مشي على الأقدام، ونركب من هنا لعند مثلا طهرة أو الشوبك ونغير لعند الكوبري، وبعد كده من الكوبري لبلدة الشيخ. في هذا الحر الشديد في الصيف وفي البرد مع أمي، فقلت يا رب إنك لا تضيع أجر من أحسن عملا، وظللت أبكي حتى فرغت من الصلاة. وبعد شهر بالضبط تراجع عني هذا المرض وبشكل كامل جدا. الله أكبر الله أكبر. وعدت إلى القرآن بسرعة فائقة لم يعني أتخيلها أبدا. نعم، حفظ القرآن كاملا بعد تعب وصبر ودعاء، فكيف لا يفرح وتفرح أمه بلحظات ختمه للقرآن؟ والله أنا كنت بستنى اليوم دوت، يعني كل يوم أقول هيجي اليوم خلاص يا معزهن، كل يوم بقيت أعد القرآن بالآيات وأفضل أقول خلاص هانت يا معز، خلاص يا معز، الحمد لله ربنا كرمنا ومن علينا وهنبقى من حفظة كتاب الله. الجدعان يا معز ووعد فرط فيه، وما زلنا على هذا الوعد، يقرأ معز ويرجع علي أو على والده. كم عمرك حفظت القرآن الكريم كاملا؟ أنهيته في وكان عمري 12 عاما. حفظت القرآن الكريم كاملا؟ نعم، إلا 5 أشهر، يعني بالضبط تقول 11 عاما ونصف. ما شاء الله حفظت القرآن الكريم كاملا. نعم، نعم. وبإتقان. نعم الحمد لله. يعني إذا بإتقان الآن أختبرك في القرآن عادي. الحمد لله. جاهز؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. فأوصي نفسي وإخواني في العالم كله، من له أبناء صغار عليه بتحفيظهم كتاب الله. إن ما كانش فاضي يجيب لهم شيخ البيت، ما يعتمدش على الكتاتيب ويروح، وإن ودى أولاده الكتاتيب الماضي في البيت ياخد باله منه. إنه سكن لصادري وهو أنسي عند قهري، إنه سكن لصادري وهو أنسي عند قهري، ودوائي ابتلائي، إنه نور لقبري ودوائي ابتلائي، إنه نور لقبري، إنه نور لقبري. حتى الواحد ماشي معاه بيتفاخر ويتباهى إن معاذ ده ابني، يكبر يقول خلاص لا يا ماما مش هروح معاك مشوار، يقول لا هنروح سوا وانت ازاي، ما ينفعش يا ماما أنا بنكسف همشي، أقول بس أنا ما بنكسفش منك يا أخي أنا عايز أمشي معاك. لم يكن لنا ذكر في القرية بأكملها إلا بوجود معاذ حفظه الله،
وإلا بوجود القرآن مع معاذ. الله عز وجل رفع ذكرنا ورفع قدرنا وسط الناس، وكنا نسير معه وأعناقنا مرفوعة. أنا على يقين أن كلكم يلاحظ أن حافظ القرآن عندنا في حياتنا من ربعنا من إخواننا معانا في العمل في المسجد مرفوع قدره، نحترمه سبحان الله. يكون قاعد معاك ما تدري أنه حافظ القرآن، يكون شخص عادي بالنسبة لك، لكن إذا بلغت أن هذا الشخص حافظ لكتاب الله طبيعي يزيد احترامك له وقدرك له وتقديرك له. هذا الشيء ترى مو منه، هو من الله سبحانه وتعالى. يتصدر المجالس، يتصدر المحاريب، الناس ودها تخدمه. ليش؟ لأنه فقط حافظ كتاب الله عز وجل. قصة عجيبة حدثت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في المدينة المنورة، وكان عنده والي هو حاط عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مكة. فجاءه هذا الوالي إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: من استخلفت مكانك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، استخلفت ابن البزي مولى. فقال: استخلفت مولى؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل ابن البزي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ألا والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وإني لأرجو أن يكون ابن البزي منهم. لاحظ تقدير عمر بن الخطاب لابن البزي. في البداية سأل: ليش استخلفت؟ فلما علم أنه حافظ لكتاب الله على طول رفع قدره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وأن تكونون أنتم يا حافظة القرآن منهم أيضا بإذن الله عز وجل. شيخ يريدني أن أختبره بمصحف برايل، وأنا والله لا أعرف، ولكن يقول لي اختار لي من أي مكان، أي مكان وأنا أقرأ لك منه. أنا فتحت الآن، اقرأ تفضل. افتح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجزء الثالث، سورة البقرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مسعد الحفاظ، مسعد الحفاظ، مسعد الحفاظ في الأزمان. محمد سعيد طفل حفظ القرآن وهو في السادسة من عمره، فهو نموذج واقعي لتطبيق كل ما ذكرته من نصائح لتحفيظ الأولاد في هذا البرنامج. الآن وأنا في مصر معي ما شاء الله طفل من الأطفال، ولكنه كبيرا من قربه من كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف حالك يا شيخ محمد؟ كويس. طيب إن شاء الله؟ يلا. أمورك طيبة؟ الحمد لله. تدرس كويس؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. شيخ محمد، متى حفظت القرآن؟ وانا عمري 3 سنين. 3 سنين بدأت تحفظ القرآن. ما هي المتون التي تحفظها ما شاء الله؟ متن تحفة الأطفال. نعم. ومتن الجزرية. ما شاء الله. سمعنا حاجة من متن تحفة الأطفال في التجويد ما شاء الله؟ سمعنا حاجة؟ أحكام النون السكينة والتنوين، للنوني إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فاغستبين، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست الرتابة فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت
في رمالنا عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي ما شاء الله الحفظ هذا الجميل. شيخ محمد القرآن صعب لما كنت تحفظه ولا سهل؟ لما كنت أحفظه أول بداية القرآن كان سهل. كان سهل ولا صعب؟ سهل. سهل؟ بعدين صار صعب شوية؟ لا كله سهل؟ آه. طيب أختبرك في القرآن شيخ حبيبي؟ من أي مكان؟ من أي مكان؟ الله يبارك فيك. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم الأكثرين عمل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما شاء الله تبارك الرحمن. إخواننا وأحبابنا اللي قاعد يقرأ الآن أمامي أسئلة في القرآن كامل باختبار هو ولد عمره 8 سنوات، يعني مش واحد عمره 20 ولا 23 ولا واحد 15 أو 16 سنة، 8 سنوات صغير جدا ما شاء الله تبارك الرحمن، حفظ القرآن عمره 6 سنوات. معنى هذا الكلام أننا نستطيع أن نحفظ أبناءنا وهم عمرهم 6 سنوات، هو ليس بمعجزة ولكن كل ما حصل هو جهد من الوالد والوالدة بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الابن القرآن ما شاء الله. وراح استمر بإذن الله في الاختبار لأني أنا مستمتع مع الشيخ محمد. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أنا أقول هنيئا لوالديه، يعني هنيئا لوالديه أن يكون بينهم في البيت ولد مثل هذا يجلس بينهم يسمعون منه القرآن. ما في واحد فينا الآن يتمنى أن يكون ابن جالس معاه بهذا الشكل يحفظ القرآن. تخيل أنت أنك تنادي ابنك تفتح المصحف من أي مكان وتختبره وتسمع منه القرآن. تخيلي أنت يا أم أنك أنت تمسك المصحف وتختبري ابنك في القرآن. تخيلوا أنتم دائما أنكم ترفعوا رؤوسكم أن أبناءكم يحفظون القرآن. ارتق لأنك حافظ يا مسلما ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما شاهقات على المدى تخشع عند تلاوة القرآن احفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من
قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب وحدنا رب القلوب وحدنا